صباح الخير، صباح النور، صباح البركة والتيسير، الأغلى وأرقى متتبعات. صحباتي الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بخير، صحيحة، المورال، كل شي يكون هو هذاك. أحوالكم طيبة إن شاء الله يا ربي. نصلي على رسول الله باش نديو الأجر العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واول حاجه تبداو بها صباحكم هي تشربوا الماء على الريق. انا هتشرب اللي غنشرب ماشي هي الاولى، هي الثانيه، حيت كنشربها البنات مع الفجر. ملي كنوض الفجر كنشرب هذا الماء. هذه القله في الليل قبل ما ننعس كندير فيها 7 ديال الاوراق ديال السدر وكنغطيها وكنديرها في السرجم. علاش كنديرها في السرجم؟ ديك البروده ديال الليل ما نقولش لكم كتصبح بارده. وكيبقى واحد الماء اللي هو طبيعي، خصوصا كي كنقولوا القله ديال الطين اولا ديال التراب كتحيي الماء. ومع الفجر كنعاود نقرا فيها 7 ديال المرات سورة الفاتحة وكنشرب عاوتاني هاد الغراف للمرة الثانية. صراحة الطريقة كنديرها مش حال هادي ولفتها، وكا كنتفادى الشرب ديال الماء ديال الثلاجة، ما عنديش معاه بزاف، وكان نشرب الماء فيه مرقي بالرقية. ودابا البنات جيت اختي درتو فيا النفس، واخيرا غادي نرجع للرياضه اهل البنات. وفي نفس الوقت غادي نبارطاجي معكم هاد طابيغونو اولا الاله ديال المشي. صراحه شي حاجه زوينه بزاف. غير سمحوا لي، بزاف ديال الاسئله كانوا كيجيوني عليها ولكن ما جاتش واحد الفرصه باش غادي نبارطاجيها معكم، خصوصا انا راه شهرين ما قربتها، ما قصتها 6 شهور، لمده 6 شهور وهي عندي هاد الاله. زعما راه عارفاها مزيان، عارفه كل شيء، ولكن شهرين ما قربتش ليها، شهر 7 وشهر 8. مهم الصيف كامل جاتني مع الرحيل وهاد الحراره، وبنادم كيصبح فاشل ماشي بحال في البرد. يا سلام، مهم 4 شهور وانا كنتريني فيها. وهاد الاله ديال المشي كتبقى عائليه البنات، ماشي غير ليك بوحدك ولا الزوج ديالك ولا لولدك اللي في الدار كبير بغاها، ولا هادي لاي واحد كاين في الدار ممكن تستعملوها كاملين. صراحه شي حاجه زوينه، ولكن انا ماشي كنقول لك غادي اختي تنوضي حتى انت تشريها واخا ما عندكش باش تشريها اولا. لا، اللي قدرات تشريها مزيان ديريها في الدار كتنفع، قلت لكم العائله. اللي ما قدراتش تشريها كتنوضي الصباح كتصيفطي وليداتك للمدرسه في الترونسبور، اولا كاع الا كنتي كديهم على رجلك حطي وليداتك في المدرسه. راه الصباح كيكون صباح، لبسي اختي سبرديلتك، لبسي شي لباس هكا رياضي وسيري ديري لامارش، تحركي لمده نص ساعه. داك لامارش ماشي بشويه العرض البطيء، الا تحركي بالزربه بالزربه. سيري جيبي سخورتك، تقضي داكشي اللي غادي يخصك في داك النهار باش ما تعاوديش تخرجي عاود. صافي، واجي للدار ضربيها بواحد التدويشه وشوفي، عطيني الخبر كيفاش غادي تحسي براسك. تحسي براسك بحال الفراش. راني قلت لكم ملي كنتريني فيها راه واحد الراحه، في الاول كنعجز ولكن راه واحد الراحه ملي كتريني فيها. يا سلام، اولا كتمشي، خصوصا انا البنات الطبيبه قالت لي احسن رياضه. انا عندي نقص فيتامين دي، واكثر مشكل كنعاني منه هو الشقيقه الدوره الدمويه في الراس، ما كتدورش ليا مزيان. المهم كيتزير لي راسي بزاف وداكشي. قالت لي الطبيبه ما كاين ما احسن من الرياضه، واحسن رياضه هي المشي، ماشي الاله ديال المشي، هي المشي. مهم تمشي، تمشي في الصباح، تمشي في العشيه، ولكن انا كنفضل لي غتخرجي تمشي اولا غتريني في هذه الاله ديال الرياضه في الصباح من الاحسن. انا البنات كيف شفتوا شربت غير الماء فقط على الريق. شي مره كنحس براسي بحال ما كافينيش داك الماء، كنقدر ناكل 3 التمرات وديك الساعه كنتريني فيها اولا كنشرب غير الماء. مهم بعد المرات كنشرب الماء مزيان مزيان على الريق، وبعد المرات كنشرب الماء وكناكل 3 التمرات عاد كنجي نتريني فيها. ومني كنسالي كندوش وكنرتاح وكنفطر وكنوض للشغل ديالي. بالعكس راه ماشي غتقولي عييت وما غاديش نقدر ندير الشغل ديالي، لا بالعكس، عاد ديك الساعه كتحركي الدوره الدمويه ديالك، كطيحي الكريشه، كتحسي براسك خفيفه بزاف ماشي ثقيله. مهم بالنسبه لهاد الاله البنات خديتها من مرجان، انا غادي نتريني فيها كي قلت لكم من بعد شهرين، بغيت نقول لكم عامين، من بعد شهرين وانا حابسه على الرياضه غادي ان شاء الله غادي درتو فيا الحماس غادي نتريني ان شاء الله معكم هذا النهار هذا، وندير فيكم حتى نتوما الحماس. اللي قدرات تشريها، اللي ما قدرتش تشريها راه غادي كي قلت لكم غادي تخرجي اختي وديري لامارش لامارش لامارش، وغادي تولي ان شاء الله صحيحه في صحيحه. وقبل ما نكمل لكم التفاصيل على هذه الاله هذه غادي نخدمها معكم، اول حاجه البنات ضروري ما تلعبيش بها في الحفا، بالحفا وانت حفيانه. من الاحسن شوفوا هذه السبرديله، انا راه من نهار خديت هاد الاله ديال الرياضه خديت هذه السبرديله هذه، وغادي نوريكم حتى شنو خديت. خدي شي حذاء رياضي، سبرديله اللي تكون خليها انت هي خاصه، ما تكرفسهاش حيت هذه ما يمكنليش نخرج بها الزنقه ونجي نصطم بها هنايا غادي نكرفسها. فاول حاجه خديت هي خدوا السبرديله خليوها خاصه، والسبرديله البنات اللي تشريو خدوها تكون خفيفه خفيفه
خفيفه، ما ماشي شي حاجه تقلك على رجلك، باش هكا انتي ما تمليش وما تعياش تريني في هذه المره، هذا النهار الغد ليه صافي دغيا تلقاي رجلك كيضروك، حتى السبرديله اللي كنلبسو حتى هي كتلعب دور على البنات. خدوا شي سبرديله تكون مريحه صراحه، السبرديلات ديال ديكاتلون زوينين، غتاخديه وحده راه ماشي كل مره غادي تعاودي تاخديها، غتاخديها وهما كيكونوا شويه زايدين في الثمن. بحال دابا انا هذه ماشي زعما غاليه بزاف، ولكن خديتها ب 200 درهم، كاين ما غلا منها. زعما الا خديتي شي وحده وطالعه كاع في الثمن راه غتبقى لك ديما، حيت غتخليها خاصه لهاد الغرض هذا. راه موجودين حتى في القديم في الجوطيه، كتلقاو السبرديلات ديال برا كطيحو بشي وحدين صدفه كتقلبي، ممكن انت كتكوني دايره بالك معاها وتاخدي شي سبرديله اللي غادي تكون موالمه لرجلك، ما تكونش مزيره عليك، ما تكونش كبيره عاوتاني كطال لك من رجلك، وفي نفس الوقت تكون مريحه. ثاني حاجه من بعد السبرديله البنات هو حوايج ديال الرياضه، سواء كنتي غادي تلعبي في دارك اولا كنتي غادي تريني في لاصال، بطبيعه الحال لاصال غيكون نسائي، غادي تاخدي راحتك في اللباس. بحال دابا انا هادو نيت خديتهم مع هاد السبرديله هادي، هاد التيشيرت هذا زوين حتى هو من ديكاتلون، هذا البنات خديتهم من ديكاتلون، ها نتوما خديت واحد الطاي كبر من الطاي ديالي باش ما يجينيش مزير. الملابس ديال الرياضه خصهم ما يكونوش مزيرين عليك، خصهم تكوني مرتاحه، ملي تكوني كتريني خصكي ترتاحي، الا ما كنتيش مرتاحه خصكي غير امتى تسالي وتقدري مره اخرى ما تعاوديش تريني. ها نتوما البنات فيه واحد هنا مهوي من هاد الجهه هادي في الظهر، البلاصه اللي كتكون عرقانه، وحتى الثوب ديالو كاليتي غزال، راكم عارفين ديكاتلون كيبيعوا فيهم الملابس الرياضيه شي حاجه كاليتي، وكيك لكم غتاخدي واحد الحاجه وراه غدوز لك مده. هادو حتى هما راه خديتهم نهار خديت هاد الرياضه، خديت معاهم هاد الملابس الرياضيه صراحه زوينين. المهم هاد التيشيرت هذا، ولا كنتي غتريني خلاص على برا غتمشي زعما غديري لا مارش على برا، راك غادي تلبسي شي حاجه اللي انت كتكوني مرتاحه فيها، حيت بطبيعه الحال برا الزنقه ماشي هي الدار. وهنايا خديت هاد السروال هذا، خديت كلشي في الموف اختي، داكشي اصوتي واخا غير في الدار خديت زعما داكشي بحال بحال. المهم خديت البنات السروال هذا، حتى هذا راه ديال الرياضه كيجمع الكرش، شوفوا عنده بحال بانطه هنايا في الكرش، بحال دايره شي صنطه للكرش ديالك، هانتوما كيجمع الكرش كرش بحال داير بحال ديك لاكين اللي كيشريو هكا لاكين بحال هكاك. هذيك البنات شوفوا هانتوما كيزير على الكرش، وهانتوما في الرجلين داير بحال هكا. المهم ديال الرياضه حتى هو كيجمعك، بالعكس الفوق كيخصك شي حاجه تكون انا كيقول لكم زايده نمره على اللي كنلبس، ولكن لتحت خص يكونوا الفخاط ديالك مجموعين. هادو هما الملابس الرياضيه اللي خدي. هنا البنات البريز ديالها اللي كيركب بطبيعه الحال، انا هنايا البريز عندي بعيد، غادي نديرو الرارونج، واللي حداها شي بريز قريب صراحه ما كاينش هنايا بريز قريب، غادي ندير الرارونج عادي. هانتوما البنات هنا كاينه هاد الطابي، وهنايا شوفوا هنا فين كاين البريز، اذا جاي بعيد شويه، كان على شويه وغادي يوصلوا، ولكن هكا مزيان. هانتوما مجرد ركبت البريز ها هي شعلات. هانتوما البنات واخا راكب البريز واخا مشعوله، هانتوما راه هنا عطياني راها مسدوده. واخا مثلا نخدمها هنايا، هنايا ستوب، وهنايا منين كتخدم هانتوما، واخا هنايا هانتوما عاوتاني ستارت وهنا ستوب، ولكن ما غاديش تخدم، حيت ممكن نخدمها غير من لهنايا نتحكم فيها من لهنا، من بعد نقول لكم علاش كيصلح هذا البريز الثاني، وممكن تخدم من لهنايا. شنو شوفوا شنو عندي انا هنايا في هذا البسطه، ممكن نخبعو باش ما يجليوش ليا الوليدات، هذا المقيبط هذا، هذا المقيبط هذا، هذا البنات هانتوما تشوفوا كيتخشى هنايا، واحد كيتشد هنايا هانتوما غير كتخشيو هنايا كتسكت صافي. وبالنسبه لهذا، هذا كتشدوه في الحوايج ديالكم، شتوه دير بحال مقيبط، هذا كيتشد لكم في الحوايج ديالكم. البنات هاد المقيبط هذا شديته في حوايجي وها هو لاصق هنايا. دابا هادي مثلا كنتي كتجري كتجري وزدتي في السرعه، المهم قلت اجي نزيد في السرعه وطحتي طحتي، ها انتما شوفوا اون فوا مثلا غادي نبعد هكا غادي نطيح، ها هي دي تحيدات، ملي كتحيد هادي صافي الاله ديال الرياضه كتحبس، حيت هادي علاش انا مخبيها البنات في البسطه، مع لو وديت وليداتي كنقول غادي ومخبيها في وسط الماريو، هادي الا ما كانش هادي راه ما تخدمش هاد الاله ديال الرياضه، شو حتى كنركبوها عاد كتخدم. المهم اختي انا راني لبست صافي، اول حاجه غادي نديرو انا كيعجبني نتحكم هكا باليدين، كي قلت لكم اما تحكموا ما عرفتش الاضاءه ما كتبانش من هنايا، هنايا ملي كتشعليها اضاءه ناقصه،
هنا ملي كتشعليها وهنا ملي كتطفيها، هنايا ملي كتزيدي السرعه وهنايا ملي كتنقصي. حاجه اخرى نسيت ما قلت لكم، هذه الاله سميتها توب سبور، هذه توب سبور شريتها من مرجان، هي ديك البنات فين السميه ديالها توب سبور، فيها بزاف ديال هنايا زعما ديال الحويجات اللي تقدري تستعمليهم، وفيها بعدا هاد جوج بلايص هنايا تقدري تحطي التليفون ديالك اخر هنايا، تبقي تشوفي هكا شي حاجه، تفرجي في شي حاجه وانت كتجري، تصنتي شي حاجه كتعجبك، شي بودكاست، شي قران، شي حاجه كتحطيه هنايا وانت كتجري، ما كيجيكش الملل. تحطي قرعه ديال الماء ديالك هنايا، فيها الام بي 3، فيها ديري الكاسك الا بغيتي ديري الكاسك حتى هنايا، وتصنتي شي حاجه، المهم كتبرونشي فيها بزاف ديال الحويجات. راه كيجي معاها الكتاب الدليل ديالها، كتاب الدليل ديالها راه كيجي معاها البنات، باش كيشرح لك كل شيء، راه فيه كتاب الدليل بالعربيه بالفرنسي بالانجلي، مهم كي راه سهله. مهم انتم انا طلعت دابا فيها، ركبت او لبست اللباس ديالي، ركبت هذه اللعيبه هذه هنايا، صافي هكا الشاشه. انا شنو كنستعمل فيها صراحه داكشي كامل ما كنستعملوش، صافي الا بغيت شي حاجه نتفرج فيها كندير هنايا التليفون، كندير كاسك حتى باقيله ديال هادي، كتزيدي الفوليوم كتنقصي، وكتعطيك حتى الدقات ديال القلب، شوفوا هنا كتعطيك الدقات ديال القلب. يلا نبداو بسم الله على بركه الله باش ما نزيدش نطول عليكم. مهم انا غادي كيعجبني نتحكم علاش حيت يدي كيكونوا هكا. غادي نبداو هكا، غادي ندير ها انتم راني بديت هنا بركت هنايا، هيا غادي تبدا تمشى دابا في الاول، هيا غادي تبقى تمشى غير بشويه ها انتم البنات شفتوا، هي لي دابا راه كتمشى غير بشويه، هنا كتعطيك الوقت شحال ها انتم دابا 12 ثانيه 13، هنا الوقت، هنا الدقات ديال القلب، مازال ما عطاتني الدقات ديال القلب، المهم كتبقاي غاده. وإلا بغيتي تزيدي السرعه بطبيعه الحال كتكوني يلاه باديه اختي، يلاه مبتدئه ولا شحال هذه مترينيتي، ولا ما غاديش تجي وتمشي بواحد السرعه اللي هي كبيره، لا غتمشي بشويه عليك، بحال دابا ها انت بحال كديري التسخينات للجسم ديالك ها انتم البنات ها. وغادي نبقى نزيد من هنايا، من هنا غنبقى نزيد السرعه، شوفوا ها هي واحد، هي 1.1 ها انتم هنا كنبرك هنا 1.4، فيها في السرعات حتى 12، عطو 12 ما نقدرش نديرها، غير 10 ما نقدرش نديرها، 12 فيها جري جري جري، خصك تكوني عداءه، اذا كتمشي غير بشويه انتم 1.5 1.6 هاني كنبرك هنا، وهي غدا كتزرب ها انتم، ها هي دي جوج، سيرو تمشاو في الاول غير بجوج، هيا غدا كنزيد لها البنات انا في السرعه، عندي 4 ها انتم راه غير 4، شوفوا راه المشيه بالزربه، صافي كنحس بالدوره الدمويه دارت، وليت صافي راني ولفت الاله شويه، غادي نعاود نزيد هكا هانتوما، ندير 5 دابا، شوفوا 5 شوفوا شوفوا البنات راه فيها حتى 12 في السرعه، حتى راه 5 راها كتمشي كتجري، حيت راكي كتمدي النيد الخلفه في الزنقه ديال بصح، الا شتي راسك عييتي ما تحبسيش، خصكي هنا تكملي 30 دقيقه، شتي راسك حبس عييتي نقصي السرعه هانت هانت، تبركي غير على ناقص هانتوما، كنصور دابا نمشي نطيح، كتبركي على ناقص، انا رديتها 4، تنفسي مزيان وما تحبسيش هكا 4، ممكن تنقصي حتى قل من 4، ترديها 3، كيرتاحو رجلك شويه وكتنفسي كتاخدي نفس، كي قلت لكم راح نحل انا السرجم قدامي، ومن الاحسن كانت عندك هاد الاله تحطها في شي بلاصه مهويه بحال دابا هكا كيدير انا قدام السرجم ها انتم البنات، كنحس براسي ارتاحيت ونعاود نزيد، حيت ميمكنش تشديها كرجه كامله غير في 3 ولا غير في 2، وميمكنش تشديها كرجه كامله في 5 ولا في 6 ولا في 7 ولا بحال كديري ربع ساعة هكا، 10 دقايق هكا، 15 دقيقة هكا، دابا غنزيد ها انتوما 4، وغادي نعاود نزيد 5، نزيد معاكم 6، عندك نطيح كنصور، شوفوا 6 البنات
شتو راسكم عييتو حبسيها هكا خمسة هانتوما عاودو بطي ربعة وهي غادا. مهم البنات كتبقاو غاديين بحال هكا حتى تكملي 30 دقيقة منين غسالي غتحبسيها غير هكا. شوف انا ندير ستوب بركس على ستوب هاهي حبسات هاهي هادي ستوب كتعرف تعطي كلشي اصفر. ضروري اختي درت 4 دقائق شحال مازال خاصني مازال خاصني 26 دقيقه باش نكمل 30 دقيقه. نقدر ما نديرش 30 دقيقه حيت كي قلت لكم شهرين ما خدمت بها نقدر ندير غير 20 دقيقه بركة عليا غدا ندير 30 دقيقه فهمتوني. منين تبداو ديروا نتوما غير 10 دقائق غد لي ديري 15 دقيقه غد لي 20 دقيقه باش تولي فيها 25 توصلي 30 ومن الاحسن تشدي في ديك 30 اعتقد دابا كي وليت. ولكن والله البنات الى واحد الراحه يا سلام. بالنسبه لهاد الاله ديال طوب سبور كي قلت لكم خديتها من مرجان الثمن ديالها 3000 درهم اه البنات 3000 درهم. تقدري ديري قرعه وتاخديها كان عندك امكانيه باش تاخديها كامله تاخديها. مهم كتاخديها وكتجيبيها لدارك ما كتمشي لاصال تخلصي فيه لاصورانس ما كتبقاي تقدري تبقاي تغيبي لاصال تبقاي تقولي غادي نمشي هذا النهار ما غاديش نمشي. مهم هذه كتبقى عندك في دارك كتقولي خسرت فيها فلوسي اللهم زعما حطيتي فيها 60 فرخ خصكي تخدمي بها ما يمكنش. زعمي خدي حوايج ديال الرياضه ولعبي في دارك خدي شي قريعه ديال الماء تكون زوينه كتعجبك باش تشجعك تشربي الماء وديري عاد ديري شي حاجه كتعجبك تصنتي ليها والله ما تحسي بالوقت. وكي قلت لكم انا غادي نحل ان شاء الله السرجم باش يدخلني الهواء حيت ما يمكنليش نكمل معكم 30 دقيقه كامله. غندوز نهضر لكم دابا على هاد البليصه هادي. هاد البليصه البنات فيها البريز ديالها بوحدها هاد هادي هانتوما هادي كتبان لكم هاد الكريشه هادي هنا خارجه البريز ديالها بوحدها راه ممكن في نفس الوقت وانتم مخدمين المشي راه وهذه راه فيها حتى الجري راه تجري وبها البنات كي قلت لكم راه فيها حتى 12 انا خدمت معكم دابا حد 6 واقيله وزيدي 6 اخرى عرفتي راه الجري 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 ماشي زعما غير المشي. وبالنسبه الا كنتي اكثر من 100 كيلو هذه راه ما تصلحش لك ما غاديش تصلح لك هذه الاله من 100 كيلو قل بالنسبه للناس اللي عندهم اكثر من 100 كيلو حتى يطيحوا الوزن ديالهم عاد ديك الساعه استعملوها. بالنسبه للثمن كي قلت لكم 3000 درهم شنو شي حاجه اخرى بغيت نقولها لكم ونسيت واش كتاكل الضو نهائيا البنات. انا كل صباح كنت كنتريني بها كل صباح الضو عادي ما كتاكل ما والو. الصداع اللي غتقولي صداع للجيران ولا والله البنات ما كيتسمع حتى شي حاجه الصوت ديالها قليل راه اللي في البيت اللي هو ما يسمعنيش. نكمل لكم على هذه البنات تقدروا تخدموها بوحدها بلاصه ما تخدموش الاله المشي وممكن تخدموها هي والاله المشي. انا نوريكم هذه كيفاش كنخدمها. هانتوما البنات هذه راها صمطه ديال الكرش وديال الماساج وديال الظهر هانتوما اختي كتركب هنايا هانتوما انا كنحيدها حيت كتقنطني ملي كنكون كنتريني. هذه البنات كتلبسوها ديريها فين ما بغيتي ديريها في درعانك كتولي كترعد كترعد كترعد. انا غادي نخدمها ونشدها غير بيدي هكا وتشوف وتشوفوها كيفاش زعما كتخدم. هاد الجهه هذه مثلا هي بغيتي ديريها على كرشك كتجي تكون على كرشك فين كاينين هاد الكرات ديريها على ظهرك ديريها على كتافك ديريها على يدك ممكن ديري كرسي ورا السلطه كتحكمي فيها انتما طوليها تقصريها كيف ما بغيتي ديري كرسي وتجلسي وتبقاي ديريها في كتافك في ظهرك في يدك في درعانك. البنات كدير ماساج في نفس الوقت كتلعب لكم على الكرش مزيان. انا غادي ندير البريس ديالها كاينه واحد البطونه هنا المهم هانتوما هي هادي انا شاده دابا غير بيدي يدي كترعد. ايوا تصوروا هادي البنات في كرشكم في الكرش في الظهر في الكتاف فين ما درتيها هانتوما شوفوها عرفتي كتحيد لكم الدهون. واحسن حاجه كي قلت لكم ديروها في الصباح بكري قبل الفطور راكم كتخدموا مزيان مزيان. المهم هذه هي الطريقه ديالها بالنسبه لهاد الصمطه هذه فين وهكا كنكون طفيتها صافي. المهم هادشي اللي كاين البنات كنظن كنتمنى ما نكونش نسيت حتى شي حاجه الثمن 3000 درهم منين فين تقدروا تلقاوها في اي مرجان. المهم في المرجانات راهم كاينين ما كتاكلش الضو وريتكم الاستعمالات ديالها صافي زعما هادشي اللي كاين بالنسبه للعبر ديالها والله ما عبراها. ودابا البنات دخلت باش غادي نوجد الفطور كنت غادي نحبس معكم الفيديو تما في ديك الاله ديال الرياضه عرفتوا راني قلت لكم
غادي نسالي الفيديو هنايا. بسلامه بسلامه. وفتلي حذفت داك المقطع باش قلت نصايب معكم الفطور، حيت مجده فطور زوين، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهش معكم واخا غيجي الفيديو شويه طويل. المهم بالنسبه للفطور ديال هذا النهار، شحال هذه صراحه ما صايبت البانكيك، وهذه المره بغيت نصايبهم بالشوفان، كيجيو زوينين بالشوفان وبالبنان وبلا سكر. عندي هنايا البنات الشوفان، اما كتشريوه مطحون، ولكن من الاحسن تكونوا شارينو عارفينو هكا على يديكم. انا صراحه كناخذ الشوفان غير ديال العبار وكنطحنوه هكا في الدار، القياس اللي بغيت زوين بزاف كيصلح هكا. تصايبي به الكريب، تصايبي به البانكيك، تصايبي به الكيك، ديري به شحال من حاجه. وديريه حتى وصفات الوجه كطحنيه، وديري به وصفات الوجه مع دانون مسوس مع مابورد، مهم كينفع. وهذا العبار كيطيح رخيص. مهم باش ما نطولش عليكم، هنا عندي جوج كيسان ديال الشوفان راني طحنتهم خليتهم على جنب. هنا البنات كناخذ الكاس ديال المولينيكس، درت فيه جوج ديال البيضات، جوج حبات ديال البيض، غادي نزيد عليهم جوج ديال البنانات. البنان من الاحسن الا كان عندكم شي بنان طايب، بطبيعه الحال ما غديروا به عصير، اما ديروا به شي ماسك اختي الشعر، اولا ديروا به البانكيك. مهم جوج بنانات طايبين. وعندي هنايا الراس المعلقه ديال القرفه، بلاصه ما ندير الفاني عوضت نسمت بالقرفه، وبلاصه ما ندير سنيده درت معلقه ديال العسل. ممكن تستغناو في مره على العسل، حيت البنان راه كيكون البنات حلو وما كيجيش زعما هاد البانكيك معيق، خصوصا الا كنتو غادي تحليوه بشي حاجه هكا العسل نيت فاش يطيب ولا. المهم ما بغيناش زعما حنا نديرو حنا السكر اختي في هاد الوصفه هادي. صافي وطحنت كلشي في الاول، عاد زدت جوج كيسان ديال الشوفان، درت عليهم معلقه وحده ما عمرهاش مزيان مسوحه ديال الخماره، خماره ديال الحلوه. صافي هنايا كنوريكم الخليط، القوام ديال الخليط كيفاش داير، ما مرخوفش بزاف وماشي عاوتاني ثقيل، بينو وبين ما ترخفوش، ديروه جاري وما تقلوهش كثر من القياس. خديت هنا المقله هادي ديال ربعه د الوجوه، والله نجينا اختي من ربعه د الوجوه عطينا اختي وجه واحد بارك علينا. المهم كانت هنا غير في المره الاولى كب شويه ديال الزبده، ممكن تستعملوا غير المقله العاديه وكديروا القياس نتوما اللي بغيتو، ديروهم صغار ديروهم كبار، واللي بغات كميه كبيره بطبيعه الحال راه كدوبل المقادير، كدوبلي انت اختي المقادير باش ما شاء الله تعطيك كميه كبيره. سمحوا لي البنات صنايا التليفون، المهم قطعت المونتاج حتى جاوبت، عاد رجعت كملت معكم. هنايا بالنسبه لهاد البانكيك ردوا البال البنات بعدا العافيه تكون مهيله في الاول، غير تسخنوا المقله ونزلوا العافيه، حيت راه دغيا كيتخطفوا. شفتوا انا كاع الا درت غير ثلاثه، الرابعه مازال ما درتها، الا بقيت كنتسنى حتى ندير الرابعه كون راهم تحرقوا، فهمتوني كيفاش. انا صافي غير كتشوفوا الجناب نشفوا في البلاصه كتقلبوهم، ما تخليوهمش بزاف، راه غير الا غفلتو عليهم غتلقاوهم تحرقوا، فمن الاحسن تقابلوهم مزيان. المهم انا هنا كملت الطياب، كتشوف هذا الشيء الكميه اللي عطاني، انا كنوريكم المهم داكشي ديال الفطور وصافي باش غادي نفطر ان شاء الله. عرفتوا كان دقت هنا يشوفوا هادو صغيورين شاط لي واحد شويه الخليط، قلت هادو صغيورين نحكوا بهم على اياد. المهم فاش دقتهم راه جاو روعة البنات، غير صايبهم خصوصا اختي اللي كتبع شي حميه زوينه ومره مره كتبغي تهلا في راسها تفكا في الصباح في الفطور، اولا كدير الويكاند كتبغي تبرع راسها تصايب هاد البانكيك. والله ما كرهت البنات نتبع شي حميه تكون زوينه، ولكن نفس النفس وراه ما بقيتش بحال شحال هادي، شحال هذيك كنت كنصايب كيكات بزاف كنت. المهم دابا كنحاول، ماشي نقول لكم نتبع شي حاجه، ولكن كنحاول بزاف ديال الحويجات. ان شاء الله غنشاركهم معكم في فيديوهات جايين، حاولت نحيد عليا بزاف ديال الحويجات، واخا مازال النظام الغذائي ديالي ماشي هو هذاك، ولكن كندير على قد جهدي وصافي. المهم شويه بشويه وما كرهتش والله ما كرهت ندير زعما نتبعوا نظام صحي يكون زوين ونشجعكم معايا، وعلاش لا، بنادم غادي كيكبر في السن وسبحان الله الافكار بزاف الحويجات كيتبدلوا فيه، حيت شحال ما تهليتي في صحتك راه هي اللي غتلقاي الصحه، هي كلشي. داكشي باش كنشجعكم البنات على الرياضه وكنشجعكم على الاكل الصحي، وسعدات اللي متبعه شي اكل نيت صحي زوين وكتقدر تغلب على النفس ديالها، هادشي اللي بغيت نقول لكم. صافي هنا البنات الفطور ديالي هو هذا، صايبت اومليط ديال البيض، واخا ما كليتهاش كامله كليت غنصيص فيها بعد المرات، راه عرفتو كنعمرها بالفرماج، راه كنموت على الفرماج خصوصا الفرماج حمر او الفرماج مربع كنعمرها، تكت باغا ندير فيه وسط الفرماج نيت وكنزيد عاد فوق منها، عرفتي قلت لا 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 خلي بلا ما ندير فيها لا فرماج لا والو.
جات بنينه البنات، وقلت لكم راني كليت غير نصيص ديالها، وكان هذا هو الفطور ديالي. اللهم ادي ما نعمه يا رب واحفظها من الزوال. وبطبيعه الحال وانا كنفطر العطله اختي هذه مرتاحه، وعطله وبلا عطله، نفسي 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 اولا استمتعي بداك الوقت، استغلي داك الوقت ديالك، ديري فيه شي ياك غير كتفطري، ولكن استغلي داك الفطور ديالك وديري شي حاجه اللي تنفعك. بحال دابا انا درت واحد البودكاست والله ما نط حتى كملته، واحد البودكاست كيهضر على عوض الله. عوض الله جميل بزاف، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واحد القصه تصنت ليها ساليت الفطور وعرفتي شبعت الحمد لله، وما ما نطش بلاصتي، ولكن نطت بواحد الاستفاده. وحتى نتوما الغزالات ديالي ما سخيتش بكم، نتمنى تكونوا كتستافدوا من الفيديوهات ديالي بشي حاجه اللي هي زوينه اللي تزيد بينا كاملين القدام ان شاء الله يا ربي. والله ما سخيت بكم، ولكن هنا غادي نحبس الفيديو وغادي نقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. تنتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.